ايه؟ تاكل؟ انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار، موضح ما يقص صاحبه. قال يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم؟ انت مالك انت؟ وانا عمري حيفع في الشغلانه ده. انت بتلطف فيها فهتقع. اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زي، هتنفخر بيا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ عم فرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بنت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه، خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك لفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفزني من هنا. قومي قومي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فيك انت اهو. قوم يا خالد كمان. يا فوطة يا مجنونة يا فوطة. فوطة ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط، لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر، قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني بإذن الله. أنا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجاني. عينيا الاتنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسة حلوة أوي، شوف الكوسة عاملة ازاي، تنفع للأطفال. اديني كيلو كوسة. والطماطم تلاقيها النهاردة ما تلاقيهاش بكرة. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساية عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو معانا يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربية وتيجي على البيت او بالمرة تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. طب كنت هتجريه ولا حاجة؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهناد. كوباية الشاي تقيلة يا ولا. احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه. شيلوا الواد من ابوه، السح اللح تفوق، شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا، اخينا. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي أخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فات؟ يا حمار يا حمار، انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال لا هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟
فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وأنا مالي؟ لما يجي بأسأله. أسأله؟ ده أنا هروح في كيس الدب داهية. يا ولا ولا محمد يا سعد. بس يا ولا بس اسكت أنت. هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ بس يا ولا ولا أنتوا عايزين تعشوني يعني؟ أوعى حد يبقى حاجة فيكم. يا خال مفيش يا خال، اسمع كلامي حسنين يا ابني، احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمة العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزادة شوية كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ تفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه، خد يا حسنين دول وموصل لغاية موقف التاكسي الأجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدق. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. قال لا أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي، راحوا فين؟ صور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأونطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أديني هنزل يا أخويا ما تدوق. أديني افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي جنب الناس الشروق كمان، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ تاني معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، اصحى يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مش عايز 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 الخير. مش عايز 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 الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا، لا يا ابويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا ناظر كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجرة، واقع من على النخلة، وحالته أنفشة وشكله أنشته. طب ما جهزوش ليه؟ إن شاء الله، بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة، أصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانا. يا
سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبي. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. فقلت يعني خلينا في السرير احسن. يا سي خليل يا حمار الغبي يا حسسانين، عدم المؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له عاهة أنتكة. أنتكة؟ أنتكة إيه؟ خزق عين هيأكله الشهد. خزق عين هيأكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهادة الملائمة اللي تلائمه ويبقى طاقة القدر اتفتحت له. راح فين؟ أنا حزور الست أم هاشم وسيدنا الحسين وأتكل على الله أخذوا الحلزوني وأروح بلدنا. روح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. هذا ادخل الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. هذا اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه روم بعدين، عارف مرقه روم؟ اسمع كلامي، محدش يعرف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح فيكم في داهيه. بس يا جماعه هو اهلا سي جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علقها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا. ده انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هاموش؟ ايه يا سيد هاموش؟ خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. طب خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. خلاص انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية
استاذ النماذج تقف قدامي كويس.